هنروح لموضوع تاني، وقررت رابطة الأندية المصرية إيقاف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي مباراتين وتغريمه 20,000 جنيه بعد وقعة صفعه للاعب بيراميدز محمد الشيبي. هنعرف مع حضراتكم مزيد من التفاصيل. معانا دلوقتي على الهاتف الناقد الرياضي محمد عرائي. مساء الخير عليك، وعايزين نعرف هل ممكن يكون في مزيد من الغرامات أو غرامات أكثر للاعب حسين الشحات لو الموضوع تحول للجنة الانضباط؟ طبعا اهلا بيكي واهلا بكل المشاهدين. يمكن طبعا الموضوع يعني في البدايه لازم طبعا نقول ان حسين الشحات اخطا خطا كبير جدا، خطا ملوش اي علاقه بتقاليد ومبادئ النادي الاهلي، والدليل ان هو نفسه اعتذر عن الموضوع في بيان نشر النهارده على صفحته. والاهلي قبل اي حد وقبل حتى رابطه الانديه خد قرار وعاقب حسين الشحات بتغريمه غرامه ماديه كبيره، وهي وصلت لحوالي 300,000 جنيه. وكمان في اجتماع بكره لمجلس اداره النادي الاهلي مع لجنه التخطيط لامكانيه مضاعفه العقوبه كمان من جانب النادي الاهلي. واضح كده ان في مشكله بين الشيبي وبين لعيبه النادي الاهلي، الكلام ده حتى من مباراه السوبر مش من مباراه امس بس، حصل برضو بعض المناوشات بينهم من مباراه السوبر امبارح لما الشيبي احرز الهدف اللي احرزه محمد عبد المنعم بالخطا في مرماه، يمكن شاور باشاره كده للجماهير ما عجبتش بعض لاعبي النادي الاهلي، فبالتالي كانوا شايلين منه، ولكن ده برضو لا يعفي حسين الشحات من المسؤوليه الكبيره والخطا الكبير اللي عمله. زي ما حضرتك قلتي فعلا لجنه المسابقات خدت قرار يعني بايقاف حسين الشحات لمده مباراتين وتغريمه 20,000 جنيه، ولكن يمكن نادي بيراميدز واداره نادي بيراميدز مش عاجبهم العقوبه وقرروا ان هم يقدموا شكوى في لجنه التظلمات عشان مضاعفه العقوبه او تزويد العقوبه ديت باي شكل من الاشكال خلال الفتره اللي جايه. وكمان الشيبي طبعا بعد ما سافر السعوديه لاداء مناسك العمره يمكن قرر وبلغ اداره نادي بيراميدز ان هو هيقطع الاجازه ديت وهيرجع القاهره عشان يعمل محضر قانوني بقى بعيدا خالص عن كره القدم. طب انا عايز اسال بقى حضرتك، هل الموضوع يجوز فيه اللجوء لجهات غير المنظومه الرياضيه؟ ممكن نشوف ده بيحصل؟ طبعا، اصل دي مش قضيه ملهاش، دي مش قضيه ليها علاقه بالفلوس او قضيه ليها علاقه بالغرامات، لا ده واحد من وجهه نظر طبعا الشيبي ان الراجل اعتدى عليه بالقلم وراجل هدده وراجل يعني سب، حصل فيه سب وقصف من وجهه نظره، فدي حاجه ملهاش علاقه بالشؤون الرياضيه التي لا تنظر الا في المحاكم الرياضيه. لا ده موضوع يعني زي ما بيقولوا كده جنائي، يعني مش عايز اكبر الموضوع، ولكن هو من وجهه نظرهم ان هو حدث تجاوز من حسين الشحات بالايد، وده طبعا تعدي اكيد، وبرده موضوع السب والقصف فدي برده قضيه، فبالتالي هو هيمشي في الاتجاهين هو واداره نادي بيراميدز، يعني ان عشان حسين الشحات يحصل على اعلى عقوبه. طبعا مش عايزين نقول ان الشيبي برده، الشيبي ساعات يعني بيعمل استفزازات كبيرة جدا جدا، ولكن عمر برضو ما يكون ده رد الفعل. اكيد حسين الشحات اخطا خطا كبير، والدليل على كده ان هو نفسه اعتذر، هو نفسه اعتذر، والدليل على كده كمان ان بيته النادي الاهلي اللي هو المفروض كان يبقى اخر حد ممكن يفكر في عقابه، هو اول من فرض عليه العقوبه، وكمان واضح كمان ان العقوبه اللي هم فرضوها مش شافيه غليلهم زي ما بيقولوا، وقرروا ان هم يعملوا بكره اجتماع تاني عشان ياخدوا عقوبه جديده على حسين الشحات. لكن ايه حقيقه تقدم النادي الاهلي بشكوى ضد الشيبي؟ يعني هو ممكن تبقى ساعتها يعني هتبقى شكوى طبعا ان هو برضو حصل منه استفزازات، حصل منه حاجات، يعني شكوى قدام شكوى، ولكن كلنا شفنا الفيديو يعني وكلنا شفنا اللي حصل. ممكن يكون الشيبي فعلا عمل حاجه ما شفناهاش، ولكن اللي حصل من حسين الشحات اللي احنا شفناه بقى بعينينا ما حدش حكى لنا عنه، ان هو حاجه ما ينفعش خالص ان هي تحصل، ما ينفعش تحصل في الكوره تماما، وما ينفعش تحصل في النادي الاهلي، يعني النادي اللي دايما بيقول على نفسه نادي المبادئ والتقاليد، ما ينفعش ان عنصر من عناصر المنظومه يعمل حاجه زي كده. وانا عايز اقول لحضرتك ان لو احنا متضايقين ايراد، فاداره النادي الاهلي نفسها متضايقه 24 صحيح. وده واضح في تصرفاتها وفي قراراتها. طيب عايز اسال حضرتك كمان عن اخر الصفقات للنادي الاهلي ونادي الزمالك ايضا. يعني يمكن الزمالك طبعا كلنا عارفين ان عنده مشكله كبيره بسبب طبعا ايقاف القيد، بسبب العقوبه اللي مفروض عليه، المستحقات اللي عليه لدى نادي سبورتنج شبونه، بالاضافه كمان لمستحقات لاعب اشيمبونج، فبالتالي الزمالك محتاج الاول ان هو يحل المشكله ديت عشان يفتح القيد، وبالتالي يتسنى ليه التعاقد مع لعيبه. في لعيبه كتير تحت منظار الزمالك، منهم محمود حماده لاعب فاركو، ومحمد شحاته لاعب الجيش، احد المهاجمين الاجانب، دول يمكن اهم العناصر اللي الزمالك بيفكر فيهم، ولكن كل الموضوع مرهون بحل الازمه في الاول. بالنسبه للنادي الاهلي، الاهلي طبعا ابرم صفقه مهمه جدا بضم امام عاشور بعد رحيل حمدي فتحي، تعويض مهم جدا جدا، وكمان يمكن اللعيب القريب جدا رضا سليم لاعب الجيش الملك المغربي، جناح الجيش الملك المغربي، في محاولات قويه جدا مع البرازيلي سوزا لاعب هيونداي الكوري، دي يمكن ابرز اللعيبه. كان في برضه محاولات لضم بوبو لاعب نادي فيوتشر، ولكن يمكن بيراميدز دلوقتي اقترب بقوه ان هو يخطف بوبو بعد يعني انسحاب او تراجع النادي الاهلي من الصفقه بسبب مغالاه نادي فيوتشر. والشناوي
هل في يعني حديث؟ الشناوي النادي الاهلي كان واعد الشناوي في اكتر من مناسبه ان هم هيسمحوا له بالرحيل لو جات له عروض كويسه في حاله طبعا فوز الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا. الوعد ده حصل مره واثنين، فالمره دي الشناوي جاله عرض طبعا كبير من النصر السعودي. لو العرض وصل لمرحله الجديه ووصل للنادي الاهلي، الاهلي وكان قرار الشناوي ان هو يرحل، الاهلي مش هيقف قدام الشناوي تاني، لان هو الشناوي صبر كتير مع النادي الاهلي وضحى بعروض كتيره جدا جدا لما الاهلي قال له ان هم محتاجينه. ولكن في الفتره دي الاهلي ساب الحريه لمحمد الشناوي تماما، عايز تكمل كمل، عايز ترحل ترحل لو جالك عرض مناسب. ولكن لحد اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها مفيش عرض رسمي داخل النادي الاهلي، ولكن طبعا في اهتمام من النصر السعودي بضم محمد الشناوي. انا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي محمد عراقي على وجودك معنا.